وصايا الدفن تتعدد من ثقافة إلى أخرى، فكثير من الناس يختارون أن يدفنوا بعد الوفاة قرب أحبائهم أو في بلاد يحبونها أو ينتمون إليها. لكن هذا لم يكن حال زعيم قبلي في جنوب أفريقيا يدعى شيكيدي بيستو، فقد أوصى شيكيدي بأبنائه أن يدفن بسيارته بعد وفاته، وهو ما تحقق قبل أيام وحازت المراسم على اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم نقل بيستو إلى مثواه الأخير على مقطورة تحمل السيارة وهو بداخلها مرتديا حلة بيضاء مفضلة لديه مع ربط يديه بعجلة القيادة، وتم حفر القبر بعمق كاف حتى يتسع للسيارة والتي كانت موديل عام 1990. بعد ذلك تم دفن رجل الأعمال السابق وسط حفل ديني وجنازة عائلية بحضور عدد من القرويين الذين قاموا بكسر قواعد الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا. أما السيارة، السيارة هي من نوع مرسيدس مستعملة، وقد اشتراها الرجل قبل عامين من وفاته وأوصى الدفن فيها لشدة تعلقه فيها بسبب الوقت الطويل الذي قضاه وهو يقود هذه السيارة. نتابع. بكل تأكيد تعليقات كثيرة جاءت على هذا الفيديو، دعونا نستعرض أبرز هذه التعليقات. والبداية كانت من أحمد الذي غرد قائلا، ماذا غرد أحمد قائلا على هذا الفيديو؟ لكل شخص في الدنيا طريقته في الحياة وأمنيته عند الموت، لماذا يتدخل الآخرون في هذه الخيارات؟ هذا لا يجوز. أما سفيان فغرد قائلا، هذه ظاهرة ليست جديدة بل تكررت مرات عدة ولأناس عاديين، لكن منصب الرجل الذي توفي جعل الموضوع ترند. رأي سامح أيضا غرد في تعليق له، سيبوه هو حر يدفن زي ما هو عايز، ليه الناس بتتدخل فيما لا يعنيها؟ بهذه التغريدة نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج منصات. شاركونا بقصصكم وأخباركم عبر منصاتنا الرقمية. نعود ونلقاكم غدا بإذن الله بنفس التوقيت. إلى اللقاء.